اكس 0 هي الافصول عند الحدث كيساوي صفر. اذا اكس 0 هو اكس ديال النقطه ا، لان النقطه ا هي اللي اختاروها، النقطه ا هي اللي قالك عندها اصلا الصواريخ. اذا هاد الامور هذه كلها كنسجلها عندي هنا باش كنبان بانني ضابط، لان هذا الشيء فوق راه احتاج اكس 0، احتاج في المعادله الزمنيه طلبوها لي. اذا الان انا عارف في شحال شنو هي اكس 0، هي اكس ديال النقطه ا، لان هي اللي اختاروها اصل الصواريخ. تحقق المعادله الزمنيه لسرعه مركز القصور للجسم اس الداله في كتساوي ناقص 6 تي. اذا في كتساوي ناقص 6 تي زائد 3 هنا متر. اولا احسب التسارع ا لحركه جي واستنتج طبيعه الحركه، ناخذ جي كتساوي 10 متر سكوند موان 2. بالنسبة لنا أول حاجة هذه اللي عطينا هنا راه ماشي ديال السرعة، هذا راه ديال في إكس، نصحوها تما عندنا في التمرين. دابا نصححها في المطايات، لأن في إكس كتساوي ناقص 6 زائد 3 صافي. الآن قالك احسب تسارع أ لحركة جي واستنتج طبيعة الحركة، ناخذ جي كتساوي 10 متر سكوند موان 2. أولا ولا هنا عطينا بعدا الشكل، هو نقل الشكل عندي هنا، هذا هو السطح الافقي، هذه هي الزاوية الفا، هذا هو الجسم اللي كيتحرك. اذا هذه النقطة او ملي رسمناه، النقطة او في كامل مركز الثقل ديالو. اذا هذا هو الجسم، هذا هو، هذا المحور اكس. اذا هنا النقطة بي فين كيتوقف، هنا النقطة ا نعتبروها اصل التواريخ، وهنا المتجه الواحد هي اي اللي كتميز المحور او اكس. هذا الجسم اس. السؤال الاول قال احسب قيمه ا، ده حساب ا. ده احنا شنو عندنا؟ واخا انا غادي نبهكم علاش انا درت في اكس وما درتش في فاي، باش تبقاو خصكم تميزوا، وهذا الشيء راه خطا كتوقع حتى في السؤال ديال التمارين وحلول بزاف. لانه كنعتبرنا بان هذيك المعادله عندنا تما ديال المتجهات السرعه هي ناقص 6 تي زائد 3. لا نقولوا بان حنا ا كتساوي ديت في على ديت تي. اذا نديروا الشفره هذه شنو غتجينا؟ الشفره هذه صفر والشفره هذه هو ناقص 6. نقول ا كتساوي ناقص 6 متر سكوند موان 2، راه ما يمكنش. شرحنا بان التسارع كيكون دائما القيمه ديالو موجبه، المنظم ديالو كيكون دائما موجب، المنظم ديال التسارع كيكون دائما موجب. علاش؟ لان شفنا في الدرس بان ا كيساوي الجذر ديال ا اكس اسيتنا زائد ا يغريك اسيتنا زائد ا زد اسيتنا. واش القيمة اللي كتنتج على الجذر كتكون سالبة؟ ميمكنش. هذا الشيء علاش قلنا بأن هذي راه هي في إكس، وبالتالي الآن نقولو نعلم أن أإكس كتساوي لنا ديت في إكس على ديت تي. إذا نلقى الإحداثي وعاد ندوز لعند القيمة ديال المنظر، إذا أإكس كتساوي ديت في إكس على ديت تي، وبما أن في اكس كتساوي لنا ناقص 6 تي زائد 3، فان ا اكس كتساوي لنا الشقيقه هذا الشيء هي ناقص 6 صافي. ونعلم ان ونعلم ان ا القيمه ديال التسارع كتساوي لنا الجذر مربع ديال الاحداثيه الثانيه هي ا اكس، الجذر ديال ا اكس اسيتنا. اذا كتجينا هي الجذر ديال ناقص 6 مربع، كتجينا هي الجذر ديال 36، اذا كتجينا هي 6 متر سكوند موان 2. هذه القيمة ديال التسارع ا، 6 متر سكوند موان 2. دابا غادي نكملو التمرين ديالنا. إذا طلبنا خلقو استنتج طبيعة الحركة، إذا هذا التسارع كي داير؟ ثابت ولا منعدم؟ إذا قيمة التسارع غير منعدمة، هي قيمة ثابتة. إذا شفنا فاش كتكون القيمة ديال التسارع ماشي منعدمة وكتاخد قيمة ثابتة، كنقولو بأن الحركة متغيرة وانصدام. بمعنى الشق الأول قالو بأن الحركة مستقيمية ها هي، والتسارع ديالها ثابت، إذا الحركة تكون مستقيمية متغيرة بانصدام. إذا هنا غنكتبو حركة الجسم اس مستقيمية
وتسارعها ثابت، إذا S في حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. حركة S و S في حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. قلت لها خذ جي كتساوي 10 متر سكون موان 2، نضيفوها على في المعطيات، إذا جي كتساوي 10 متر سكون موان 2. ثانيا اكتب المعادلة الزمنية x دو تي لحركة مركز القصور جي واستنتج مسافة او بي. إذا ثانيا المعادلة الزمنية لحركة وهذا الزمن x دو تي لحركة جسم اس. إذا الحركة هذي كي دايرة؟ أنا كنعرف نكتب جوج. إذا كانت عندي حركة مستقيمية منتظمة x كتكون x دو تي كتسميها في زيرو x مضروبة في تي زائد x زيرو، هذي راني حافظها. وإذا كانت متغيرة بانتظام كتكون x دو تي اش كتساوي لنا؟ واحد على جوج ا اكس في تي كاري زائد في زيرو اكس في تي زائد اكس زيرو. إذا حنا الآن شنو عندنا؟ حركة منتظمة ولا متغيرة انتظام؟ إذا متغيرة انتظام هي هذي غتكتبها على هذا الشكل، غتكتبها هنا. إذا بما أن حركة الجسم اس مستقيمية متغيرة بانتظام فإن معادلتها الزمنية تكتب كالتالي. إذا x دو تي كتساوي لنا واحد على جوج، إذا كنكتبو الشكل ديال الثاني هاد واحد على جوج ا x في تي كاري زائد في زيرو x في تي زائد x زيرو. إذا هادي، إذا وبما أن إذا ا x حسبناها يعني حسبتها قبيلة ا x هي هادي ناقص ستة متر سكون موان دو ناقص 6 و اكس 0 ماشي عندي معروفين، قلنا اكس 0 هو اكس ديال اللحظة فين تلقوا الكرونو. إذا قالك هنا هذه هنا كيعتبروا تي كتساوي صفر، إذا هاد النقطة هذه الأفصول هاد النقطة يكون هو اكس 0. إذا اكس 0 هي اكس ا، اكس 0 كتساوي لنا اكس ا كتساوي شحال؟ 75 سنتيم يعني 0.75 متر. قلنا في 0 اكس، في زيرو اكس هو الاسقاط ديال المتجهه في زيرو على المحور او اكس. قالوا لي بان هما المتجهه في زيرو السرعه البدئيه متوازيه مع الخط الاكثر ميلا، متوازيه مع هذا. اذا هذه هي في زيرو، اذا هذه في زيرو فاش غادي ندير الاسقاط على هذه كان على المحور او اكس في زيرو، فاش ندير الاسقاط على المحور او اكس كنشوف بانها متوازيه معاه وعندها نفس المنحى ديالو. اذا قلنا الاسقاط ديالها غيكون هو المنظم، اذا في زيرو اكس راه هي في زيرو. اذا عطاونا قيمه في زيرو ولا ما عطاوهالناش؟ في زيرو ما طلعناش بطريقة مباشرة، ولكن عندي هنايا في المعادلة ها هي. لما قلنا في المعادلة الزمنية فاش كتكون عندي حركة صغيرة بانتظام كتكون المعادلة الزمنية على هذا الشكل، وكتكون المعادلة ديال في اكس هي هي ا اكس مضروبة في تي زائد في زيرو اكس، وكتكون عندنا اكس ولا ا اكس كتساوي كونستون. إذا هادو هما المعادلات الثلاثة اللي عندنا. لما أنه ما عطاونيش في زيرو مباشرة إذا نقدر نمشي على المعادلة اللي عندي هنا ديال في اكس وناخذ منها هاد الثلاثة، راه هي في اكس عند الحد زيرو، إذا كانت تي كتساوي صفر في زيرو اكس غتكون هي ثلاثة، إذا هي ثلاثة متر سكوند موان زان. إذا نعوضوا الآن هنا، إذا اكس دو تي غتساوي لنا واحد على جوج ناقص ستة هي ناقص ثلاثة تي أس اثنان زائد في زيرو هي ثلاثة إذا ثلاثة في تي زائد اكس زيرو هي 0.75. وغنلاحظوا الان بان هذه درت الاشتقاق لهذه غنطيح في المعادله في اكس. اذا درنا الاشتقاق لهذه غتجينا جوج ناقص ثلاثه هي ناقص سته في تي زائد ثلاثه، وهذا الاشتقاق ديالها هو صفر، اذا هذه هي الداله الاصليه ديالها. قالك واستنتج المسافه او بي. اذا المسافه او بي شنو هي؟ هي اكس بي ناقص اكس او. حساب مسافة، حساب مسافة او بي. اذا او بي شنو هي؟ هي اكس بي ناقص اكس